طيب يبقى عند الريفرنس اللي هو عند خط الطول اللي عنده الساعة 12 الظهر، الاور انجل بيبقى بزيرو. وهنشوف ان لما الاور انجل يبقى بزيرو واللاتيتيود انجل يبقى بزيرو، دي حاجة كويسة لما ندخل في معادلة الثيتا. يعني دي الحاجات اللي بتخلي الثيتا رقم صغير، ساعتها كوزين ثيتا يبقى قريب من الواحد. طيب الاور انجل بقى هل هتبقى جيفن ولا هنحسبها؟ لا الاور انجل هنحسبها، دي اول زاويه هنحسبها. الاور انجل عباره عن 15 في تي اس ناقص 12، المعادله دي حفظ. التي اس ده التي اس هو سولار تايم بال 24 اور سيستم، ناخد بالنا ان هو سولار تايم وناخد بالنا ان هو 24 اور سيستم. نبدا، لو انا قال لي في السؤال، لو هو في السؤال مديني سولار انجل جاهز، كل اللي هعمله ان انا احوله بال 24 hour system. يعني لو هو قال لي 3 pm يبقى ده 15، هعوض هنا ب 15 وخلصت على كده. طيب المشكله بقى في حته السولار تايم. ايه السولار تايم ده؟ هنتكلم بقى ازاي اجيب السولار تايم لو ما كانش جيفن. بس الاول خلينا نخلص من حته الاشاره. الاور انجل ممكن طبعا تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني الرقم ده اكبر من 12، يعني pm. فلو رقم الاور انجل ده طلع رقم موجب، ده معناه ان هو احنا افتر نون. لو نيجاتيف يعني احنا بيفور نون او اي ام. طيب عايزين بقى نشوف ايه حته السولار تايم. دلوقتي احنا عندنا توقيتين، حاجه اسمها توقيت شمسي، وده بيتحدد على حسب ايه؟ على حسب اللوكيشن بتاع الشمس، على حسب الشمس فين تقدر تقول الساعه كام بالظبط. وعندي حاجه اسمها لوكال ستاندرد تايم، ده اللي هو التوقيت المحلي، وهو ده التوقيت اللي احنا بنقراه. يعني لما اقول لك الساعه كام مش هتبص على الشمس وتقول لي الساعه كام، لا انت بتبص في الساعه وتقول لي الساعه كام. الساعه اللي انت بتقراها لي دي هي اللوكال ستاندرد تايم. طيب في المساله بقى لما يحب يكلكعها هيديني اللوكال ستاندرد تايم، مش هيديني سولار تايم، ويسيبني انا اجيب السولار تايم. طيب ده معناه ان في علاقه بتربط ما بين الاثنين. في علاقه بتربط ما بين الاثنين، هتكون جيفن وهنتكلم فيها ايه دلوقتي. طيب عايزين بقى نفهم ليه اصلا في فرق ما بين التوقيت ده والتوقيت ده. يعني ليه عندي توقيتين؟ ليه هما مش حاجة واحدة؟ ليه مش نفس الحاجة؟ السبب ايه بقى؟ السبب دلوقتي ان احنا الكرة الارضية عندنا بتتقسم لحاجة اسمها time zones. يعني لو بصينا على الصورة دي، ده كده هنفترض معانا ان دي time zone. time zone دي عبارة عن منطقة حددوها، قالوا ايه المنطقة دي كلها عندها نفس التوقيت. يعني اي حد في المنطقه دي، حد في الشمال، حد في الشمال، حد في الجنوب، حد في الشرق، حد في الغرب، بص يعني المنطقه دي كده كلها عندها نفس التوقيت. طيب هل ده مظبوط؟ لا، الصح ان ده مش مظبوط. يعني لو بصينا مثلا على دي تايم زون كده، انا رسمها التايم زون دي مثلا مغطيه 5 خطوط طول. احنا لسه قايلين ان ما بين كل خط طول والتاني في فرق 4 دقايق. فالمفروض لو انا مثلا هنا وهسافر مثلا اروح لمدينه ثانيه في خط الطول اللي بعديه، يبقى اغير ساعتي اقدمها 4 دقايق. طب هل ده بيحصل؟ يعني هل حد هو رايح مثلا من اسكندريه للقاهره بيغير ساعته 4 دقايق؟ محدش بيعمل كده. مصر كلها التوقيت فيها حاجه واحده. يعني لما مثلا يقولوا مثلا ميعاد عرض فيلم معين، بيقول لك ده بتوقيت مصر، مش بيقول بتوقيت اسكندريه ولا بتوقيت القاهره، لان مصر كلها في تايم زون واحد. مع ان مش كل مدينة عندها نفس التوقيت بالظبط زي المدينة التانية. ليه؟ لان مش كل مدينة والتانية عند نفس خط الطول. هو ده اللي خلى فيه فرق ما بين الستاندرد تايم والسولر تايم. لو احنا هنمشيها سولر تايم، يبقى المفروض ان الواحد يغير ساعته، حتى لو دقيقة واحدة نغيرها. بس احنا مش هنعمل كده. ليه؟ لان يعني الموضوع مش مستاهل. يعني طول ما الفرق صغير انا مش هغير ساعتي. يعني هو حتة ان قسموا الكرة الارضية دي time zones وقالوا كل time zone هيبقى عندها نفس التوقيت، دي حاجة للتسهيل. بدل ما كل ما اتحرك خطوة يمين او خطوة شمال اغير ساعتي، لا مش مستاهل. طالما فرق التوقيت ما بين المكانين اقل من نص ساعة، ده يعتبر فرق صغير، فيقول لك مش مستاهل ان انت تغير ساعتك. تمام؟ فالناس دي كلها عندها توقيت واحد اللي هو standard time. طيب ناخد انهي بقى توقيت فيهم؟ مش دول 5 خطوط طول بخمس توقيتات مختلفة؟ هناخد الستاندرد او الافرج، يعني قصدي ما بينهم، اللي هو هاخد اللي في النص بالظبط. ده كده اشوف التوقيت عنده كام واقول لكل الناس دي كلكم اثبتوا ساعاتكم على نفس التوقيت ده. فهو الناس اللي عند الخط الطول اللي في النص دول الناس الوحيدة اللي السولر وستاندرد تايم بتاعهم واحد. انما لو ناس هنا
دول كانوا المفروض يقدموا ساعتهم 4 دقايق بس ما قدموش، يبقى هيبقى في فرق ما بين الستاندرد والسولر. الناس اللي هنا دول كانوا المفروض يأخروا ساعتهم 4 دقايق، أو اللي هنا المفروض يأخروا ساعتهم 8 دقايق، ما عملوش كده، فبقى في فرق ما بين الستاندرد والسولر تايم. دي بس كده عشان تفهموا ايه الفرق بين الاتنين. التوقيت اللي المفروض بعوض بيه في معادلة الأور أنجل ده السولر، بس هو في المسألة هيديني الستاندرد، فازاي بقى أحول من الستاندرد للسولر بالمعادلة دي؟ ده اسمه الـ apparent solar time، ده اللي أنا عايز أحسبه، بيساوي الـ local standard time، ده اللي بيبقى given في السؤال، plus الجزء ده هو الـ correction اللي هو الـ e plus أو minus 4 في S L minus L L، ده بنسميه الـ correction of time، ده اللي بيعمل لي الـ correction ما بين التوقيتين دول. طيب ايه الـ e دي؟ الـ e دي حاجة اسمها الـ equation of time، ومعادلتها هتبقى given، معادلتها هي بالمنظر ده، هتلاقيها function، هي معادلة iterative كده و function في الـ b بس. المعادلة الـ e هتكون given زي ما قلنا، إنما الـ b دي مش given، الـ b دي هتتحفظ n minus 81 في 360 على 364، والـ n ده هو number of day. طبعا في سؤال solar angles بيديني اليوم اللي أنا بحسب فيه solar irradiance، فالـ n دي بتتحسب. ماشي. طيب هي ايه الـ equation of time دي؟ بدون دخول في تفاصيل، الـ equation of time يعني الجزء من يعني الجزء من الحتة اللي بتعمل correction دي مسؤولة عن ان بتعمل correction لحتة ان السرعة الدورانية بتاعت الارض مفروض ان هي مش ثابتة طول السنة. ماشي. فالمفروض ان الـ apparent solar time نفسه اصلا بيتغير شوية، ف يعني زي ما قلنا مش عايزين ندخل في تفاصيل قوي الموضوع ده، بس الـ equation of time بيعمل correction للموضوع ده، ان حتة ان احنا بنفترض ان الارض بتلف بنفس السرعة الدورانية طول السنة، بس هي في الحقيقة ما بتلفش بنفس السرعة الدورانية. طيب plus minus 4 في SL minus LL، الاول ايه SL و ايه LL؟ الاتنين دول خطوط طول، L دي اللي هي longitude اللي هو خط طول، ده اسمه standard longitude وده اسمه local longitude. عشان ما تنساش افتكر المنظر ده، مش احنا قلنا في التايم زون ده في خط طول واحد اللي هو الافريج ده اللي هو في النص بالظبط، ده اللي خدنا التوقيت بتاعه ومشيناه على كل الناس التانية، ده اسمه الستاندرد لونجتيود، يعني الناس دي اللي خط الطول بتاعهم هو الستاندرد. طب لو احنا مكاننا هنا، ده اسمه لوكال لونجتيود، يعني انا هطلب منك في السؤال ايه؟ هقولك ان انا قاعد عند خط الطول ده، احسب لي السولر تايم، فانت هتاخد ايه؟ هتشوف إيه؟ خط الطول الستاندرد اللي احنا واخدين عنده التوقيت الستاندرد، وخط الطول اللوكيشن اللي انا فيه اللي انا عايز احسب عنده بقى السولر تايم. ماشي. يبقى دول بيبقوا خطين طول، وطبعا الرقمين دول بيبقوا جيفن. بلس بقى او ماينس، دي الحته ايه اللي كنا بنتكلم فيها في السكشن، اخدها بلس ولا اخدها ماينس على حسب ايه؟ هي بلس وماينس دي على حسب ايه؟ على حسب ايست ولا ويست. هتلاقي دايما لما يديك اي لوكيشن في السؤال هيديك حاجتين، هيديك دايرة العرض وهيديك خط الطول، جنب دايرة العرض هتلاقيه كتب لك N او S، يعني North او South، عشان ال latitude angle تاخدها positive او negative، لو هي N هاخدها positive، لو هي S هاخدها negative. طيب ايه الـ E بقى والـ W؟ East و West. East و West من ايه؟ من خط Greenwich. خط Greenwich بالنسبة لي هو الreference بتاع خطوط الطول، يعني خط الطول اللي بيمر بمدينة جرينتش ده خط الطول زيرو، فالناس اللي في الإيست يعني إيست جرينتش بيبقى توقيتهم سابق جرينتش، والناس اللي الوست جرينتش بيبقى توقيتهم متأخر عن جرينتش. فلما يكتب لك E أو W جنب خط الطول ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمدينة جرينتش. طب أنا أعمل إيه بقى بالكلام ده؟ لو لقيت مكتوب لك إيست يبقى في المعادلة دي هتحط نيجاتيف، لو لقيت مكتوب ويست يبقى في المعادلة دي هتحط بوزيتيف. ماشي. طيب ده كده بالنسبة للجزء بتاع الـ hour angle. الزاوية رقم 3 اللي هي declination angle ورمزها الدلتا، دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن اليوم، قلنا يوم في الصيف مش زي يوم في الشتاء، مش زي يوم في الخريف، مش زي يوم في الربيع، كل يوم هيبقى الـ solar irradiance برضو مختلف. طيب ايه اللي بيخلي الديكلينيشن انجل دي تتغير من يوم للتاني؟ هو ان الكرة الارضية المحور بتاعها مش فيرتيكال بالظبط، هو مايل بزاوية شوية، مايل بزاوية 23.5 تقريبا عن الرأسي،
والكرة الأرضية بتلف حوالين الشمس على مدار السنة، وده اللي خلى الديكلينيشن انجل يختلف من يوم للتاني، وده اللي خلى عندي فيه 4 فصول مختلف بجو مختلف بمناخ مختلف. طب الديكلينيشن انجل ده بيعبر لي عن ايه؟ بيعبر لي عن مكان الارض بالنسبة للشمس. يعني لما ابقى عارفة قيمة الديكلينيشن انجل بكام، ابقى عارفة اللوكيشن بتاع الارض بالنسبة للشمس. طيب عايزة اعرف اقيسها ازاي الديكلينيشن انجل دي؟ انا عندي هنا الشمس في النص وكده الكرة الارضية بتلف حوالينها على مدار السنة. الزاوية دي تتقاس ازاي؟ وصل خط من سنتر الشمس لسنتر الارض، والخط اللي وصلته ده اعمل له اسقاط على الاكويتر. يعني مثلا لو خدنا اليوم ده، بص الخط الواصل من سنتر الشمس وسنتر الارض جاي من تحت، يعني جاي من النص الجنوبي، هعمل له اسقاط فهيبقى هنا كده على الإكويتر، فالزاوية اللي اتكونت هي دي الديكلينيشن أنجل دي. طيب يوم مثلا اللي هو 21/3 ده، لما الأرض كانت هنا، هتلاقي إن الخط اللي واصل ما بين سنتر الشمس وسنتر الأرض داخل للأرض أصلا بارلل للإكويتر، فلما تيجي تسقطه هيبقى هو نفس الخط، وتبقى الزاوية دي بزيرو. طيب الديكلينيشن انجل دي انا هحسبها ولا هتبقى جيفن ولا ايه نظامها؟ هتحفظها ل4 ايام، واي يوم غير الاربعه دول هتحسبها. فهو لو قال لي يوم من الاربعه دول مش هيديني المعادله، فلازم نبقى حافظين القيم. ايه ال4 ايام دول؟ اللي هي بدايه كل فصل. فاحنا عندنا هو يوم 21، بس مره في شهر 3، مره في شهر 6، مره في شهر 9، مره في شهر 12، كل 3 شهور. يوم 21/3 اليوم ده بنسميه Spring Equinox، فهو ممكن يقول لي في السؤال Spring Equinox أو يقول لي 21/3. والفول Equinox أو اللي هو 21، دي المفروض 21/9، في اليومين دول اللي هي بداية الخريف وبداية الربيع بيبقى الدلتا بزيرو. بداية الصيف اللي هو 21/6 بيبقى الدلتا ده رقم positive قيمته 23.45%. لو يوم 21/12 اللي هو بنسميه winter solstice، ده بيبقى قيمة ال declination angle بالنيجاتيف، وبتبقى قيمتها نيجاتيف 23.45%. طيب عايزين نفهم بقى حتة ال declination angle وتأثيرها على قيمة ال theta وتأثيرها على ال irradiance. لو بصينا مثلا للوينتر وللسمر، احنا مكاننا في الشمال، فبالنسبة لنا شهر 6 ده سمر، بس بالنسبة لحد في النص الجنوبي هيبقى العكس، بالنسبة له شهر 6 ده شتاء، وبالنسبة له شهر 12 ده صيف. ليه؟ لو بصيت على شعاع الشمس، لو مثلا بصيت يوم 21/6 هتلاقي ان شعاع الشمس داخل الكرة الأرضية منين؟ داخل من النص الشمالي، فالناس اللي في الشمال دول عندهم صيف، انما الناس اللي في الجنوب بعاد قوي عن شعاع الشمس، وشعاع الشمس وصل لهم برضو بس وصل لهم من بعيد قوي، فعندهم هم بقى شتاء. طيب في الشتاء عندنا العكس، احنا عندنا في الشتاء لو يوم 21/12 هتلاقي ان شعاع الشمس داخل للارض من تحت من النص الجنوبي، فاحنا في الشمال بعاد عنه قوي، فلما بيوصل لنا بيبقى جاي كده زي نقول ايه، فارش في مكان كبير، فبيبقى الانتنسيتي بتاع شعاع الشمس مش عاليه، فالجو بيبقى ساقع. فاحنا بالنسبه لنا يوم 21/12 ده اسقع يوم، من ده بيبقى يعني احنا بعاد عن شعاع الشمس او بعاد عن الشمس اقصى حاجه ممكنه. والصوره دي توضح شويه، احنا بالنسبه لنا 21/6 بيبقى الشعاع جاي علينا دايركت شويه مركز، فبيبقى داخل على سمول اريا، فبيبقى الانتنسيتي بتاعته عاليه، لكن في 21/12 بيبقى جاي من بعيد جدا، جاي لنا من الجنوب، فبيبقى مغطي اريا كبيره لارج اريا، فبيبقى الانتنسيتي بتاعتها قليله. طيب العلاقة بقى اللي بتربط اليوم بالديكلينيشن انجل قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساين ويف. هو ده كده هنا الاكسس ده الداي وده الديكلينيشن انجل. هنلاقي بقى ال4 ايام المميزين اللي هما 21/9 و21/3 دول بيبقى الديكلينيشن انجل بزيرو، 21/12 دي تبقى القيمة المينيمم، 21/6 دي تبقى القيمة الماكسيمم. اي حاجة غير الاربعة دول هتبقى قيمة ما بين النيجاتيف 23 والبوزيتيف 23. لو يوم من الأربعة المميزين لازم نبقى حافظين الدلتا، لو يوم تاني هيديني المعادلة دي، هتبقى given في المسألة، احنا مش هنحفظها، هتلاقيها function في الـN، الـN دي اللي هي number of day، انت يوم رقم كام في السنة، لازم نبقى حافظين كل شهر كام يوم. فهو مثلا لو قال لي يوم
5 6 هنكمل الفيديو الجاي.